أهلا بكم. على رأس المشكلات السكانية، على رأس المشكلات في مصر عفوا، تأتي المشكلة السكانية التي تعد واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه نمو هذا المجتمع، لأنها تأكل أي نمو اقتصادي يحدث في هذه الدولة مهما كان حجمه إن لم يتم التحكم بصورة حقيقية في طبيعة النمو السكاني. دوما ما نقول أن النمو السكاني له وجهان، وجه إيجابي ووجه سلبي. هو قدرة على أن يكون المجتمع متجدد وشاب دوما، بقدرته على أن يكون لديه أفراد دوما في سن العمل والقدرة على الإنتاج. لكن أيضا إن الوجه الثاني لهذه المشكلة هو إن لم يكون المجتمع قادر على استيعاب هذه الأعداد الجديدة. ماذا عن المشكلة السكانية في مصر التي أعدت لها الحكومة عبر سنوات طويلة الكثير من البرامج التوعوية الإرشادية لمحاولة احتواء هذه المشكلة؟ هل استطاعت كل هذه البرامج أن تحتوي المشكلة بشكل حقيقي؟ ماذا عن مستقبل الزيادة السكانية في مصر؟ كيف يمكن التعامل معها؟ الكثير من النقاط سوف نطرحها في هذه الحلقة للنقاش معكم ولكم ومع المختصين، لكن دعونا نطرح السؤال وسؤال حلقة اليوم. التوعية بالمشكلة السكانية وأهمية ثقافة تنظيم الأسرة. التوعية بالمشكلة السكانية وأهمية ثقافة تنظيم الأسرة، هذا هو موضوع حلقة اليوم الذي نرغب أن تتواصلوا معنا من خلال فضاء الإنترنت في تسجيل آرائكم من خلال همزة وصل إي جي، من خلال فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، سكايبي، إنستغرام، على همزة وصل إي جي. همزة وصل إي جي سبيلكم للتواصل معنا في هذه الحلقة. نتابع معا هذا التقرير ثم نبدأ الحوار. تحتل قضية الزيادة السكانية مكانة مهمة على أجندة الكثير من دول العالم التي تعاني من زيادة مضطردة في عدد السكان، وفي مصر تحتل هذه القضية أولوية خاصة لدى القيادة السياسية كونها مساهما أساسيا في عملية التنمية، وتبحث الدولة بشكل جدي وضع استراتيجية لمواجهة الزيادة السكانية في مصر باعتبارها من أكبر التحديات لما تسببه من عوائق أمام تحقيق التنمية المنشودة والمستدامة. ونظرا لخطورة هذه القضية كان لزاما اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من الأضرار والآثار الخطيرة الناجمة عن الزيادة المضطردة في عدد السكان، وتتمثل هذه الإجراءات بشكل أساسي في نشر الوعي حول أهمية تنظيم الإنجاب وعدد أفراد الأسرة، خاصة بين فئات النساء غير المتعلمات وذوات المستوى الثقافي المتدني. كما تشمل الإجراءات تعزيز دور برامج التنمية المستدامة التي تستهدف النهوض بكافة القطاعات الصحية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والقانونية وغيرها، بصورة تضمن استيعاب هذه الزيادة إلى أقصى درجة ممكنة، ومحاولة توفير فرص العمل والحد من البطالة من خلال تشجيع الاستثمار وفتح الباب أمام الريادة تجنبا للمشاكل الاجتماعية التي تواكب التضخم السكاني. من جانبه أعلن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان بدء انطلاق العمل بالاستراتيجية السكانية لمواجهة النمو السكاني، حيث تعتمد الاستراتيجية على محو الأمية في المحافظات وتكثيف القوافل الطبية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة والتي تستهدف المحافظات ذات المؤشرات السكانية المرتفعة. ولابد من تكاتف أجهزة الدولة جميعاً من استغلال المنابر الإعلامية والخطاب الديني من أجل تشكيل الثقافة المصرية وتعديلها. ماذا عن آرائكم التي سجلتموها حتى الآن؟ سوف نعرف حالاً مع زميلتي إيمان. إيمان، ماذا لديك اليوم من آراء في هذا الموضوع؟ كثير من الآراء والمشاركات مجدة، كما تعودنا من مشاهدينا ومشاركينا في برنامج همزة وصل. أول تعليق معي في هذه الحلقة أبو علي خليفة، صديق همزة وصل الدائم، يقول: بالنسبة لتوعية المواطنين في المشكلة السكانية وتنظيم الأسرة، المواطن المصري يعي جيدا هذه المشكلة وهو حريص على تنظيم الأسرة نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون، فهذه الفكرة الجميع يعرفها، لكن مع توعية المواطن لازم
لازم الدولة تقوم بدورها في التنمية والخروج من عنق الزجاجة التي نعيش فيها، لأن معظم السكان يعيشون على خط نهر النيل، فيجب على الدولة المصرية أن تقوم بالتخطيط الجيد لاستصلاح أراضي جديدة بالمنطقة الغربية، وأن تقوم بعمل قرى متكاملة المرافق وتوزيع أراضي على المواطنين الذين لا يمتلكون أراضي زراعية وبيعها لهم بأسعار ميسرة، كما يجب الاعتماد على المناطق في هذه المناطق الجديدة على تحلية مياه البحر، فهناك بدائل كثيرة لابد أن نعمل على تنفيذها. أيمن الأنصاري أيضا صديق همزة وصل يقول: بالنسبة لتوعية المواطنين فالمشكلة السكانية، نحن نعيش على مساحة ضئيلة بتكتلات سكانية على خط النيل وازدحام سكاني بدون تخطيط أو حتى مرافق خدمية، ولكن إذا كان على مساحة مصر فهي مساحة تستوعب ملايين السكان والمجتمعات العمرانية، ولكن المشكلة السكانية تحتاج إلى مئات المليارات لكي تكون حضارية كاملة المرافق، وأن يكون هذا التخطيط العمراني في مصر سليم وتحت رعاية الدولة بتخطيط معماري متميز. مشاهدينا، كانت هذه أول جولة من التعليقات والأراء التي توترت منكم. ننتقل من جديد إلى الزميلة مجدة القاضي في استوديو تحليل همزة وصل، أول باقة من الاتصالات الهاتفية، مزيد من التفصيل والتحليل معك عن موضوع الحلقة. مجدة تفضلي من جديد. شكرا إيمان الشيخ، بالتأكيد سأعود لك من جديد للمزيد من الآراء. دعونا الآن نتوجه للمتخصصين بالسؤال. المشكلة السكانية ربما منذ السبعينات ونحن نحاول التعامل معها عن طريق التوعية والإرشاد، لكن ثبت أن هذه الطرق لم تفلح في إيجاد المناخ الملائم الثقافي الملائم لدى الجمهور أو الوعي الملائم لدى طبقات عريضة. ماذا عن الطرق الجديدة وماذا عن وضعية هذه المشكلة الآن؟ دعونا نبدأ الحوار. معنا عبر الهاتف، ستظهر الأسماء من جديد في الحال، معنا في الاتصالات سيادة اللواء أبو بكر الجندي رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، دكتورة ميسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، الأستاذة غادة عجمي عضو مجلس النواب. أرحب بضيوفي الكرام جميعا وأبدأ الحوار مع سيادة اللواء أبو بكر الجندي رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء. أهلا بك يا سيادة اللواء. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. سياده اللواء، احنا لما نتكلم ونقول عندنا مشكله سكانيه، يا ترى المشكله دي وصلت لاي بعد في الوقت الحالي في مصر؟ الحقيقه المشكله السكانيه اللي بتواجهها مصر في الوقت الحالي هي اخطر التحديات لبلدنا في هذا التوقيت. نعم. احنا شفنا السيد الرئيس في مؤتمر الشباب الاخير بيقول ان هي والارهاب اكبر تحديين. نعم. بتقابلهم مصر حاليا، والحقيقه دي حقيقه، لأن المعدلات النمو السكاني الحالية فاقت كل الإمكانيات على أن احنا يبقى عندنا سكان خصائصهم معقولة. نعم. لأن السكان عايزين موارد عشان تصرف عليهم، عشان يبقى عندهم تعليم وعندهم صحة وعندهم فرص عمل وعندهم وعندهم وعندهم. نعم. المجتمعات اللي في العالم كله بتتعارف على أن نموك السكاني لازم نموك الاقتصادي يكون قده 3 مرات علشان تقدري السكان دول يكون لهم مستوى معيشي معقول. يبقى نموك الاقتصادي قد نموك السكاني 3 مرات. احنا على الحقائق عندنا في العشر سنوات اللي فاتت كان نمونا السكاني لا يقل عن 2.5 بل وصل الى 2.6% سنويا. ده بيمثل 4 أضعاف الدول المتقدمه وضعف الدول الناميه، 5 أضعاف دولة زي الصين، وثمان أضعاف دولة زي كوريا. إذا معدلات النمو هي أخطر أبعاد المشكلة السكانية، لها أبعاد أخرى الحقيقة، لكن أهم خطر بيداهم هذه الأمة هو معدلات النمو السكاني فوق طاقة وقدرة الموارد على تقديم خدمات مناسبة لهذا العدد الكبير من السكان. نعم. الحقيقة الوعي اللي حضرتك اتكلمت عليه في الأول ما مش كافي فعلا. الطبقات اللي احنا بنستهدفينها اللي بتجيب لنا اكبر عدد من هؤلاء المواليد، اخر سنه عندنا 2,600,000 مولود. 2,600,000 مولود، اي نعم قلوا عن السنتين السابقتين باعداد طفيفه لا تزيد عن 100,000 كل سنه. بيقل المواليد عن من سنه 14 ل 15 قلوا 30,000، من 15 ل 16 قلوا اقل من 100,000. الإجابة إن إحنا بطلنا نزيد المواليد، بقالنا 10 سنين كنا كل سنة المواليد يزيدوا عن السنة اللي قبلها، لكن 14 15 قلت عن 14 و16 قلت عن
15 باعداد اللي قلت لحضرتك عليها. ليس هو ده المستهدف، المستهدف ان احنا يبقى عندنا انخفاض حاد في عدد المواليد، ده لن ياتي بالوعي بس. الدول اللي حققت نجاح تشريعات اللي ربطت للاسره، احنا شفنا برضه السيد الرئيس بيقول ان احنا رب الاسره ما يبتديش يجيب كده ناس وخلاص، لازم يجيب ناس على قدر قدرته على ان هو يوفر لهم حياه كريمه. فاحنا بنقول ان ربط بعض المزايا اللي بتاخدها الاسر من الدوله بالجانب السكاني ده شيء ايجابي جدا. هو ده شيء مهم في هذا التوقيت، لكن السؤال بقى هل يمكن تنفيذه بشكل حقيقي؟ دعني سياده اللواء استكمل معك الحوار على ان اتوجه بالسؤال الان للاستاذه غاده عجمي عضو مجلس النواب، ثم اعود اليك مره اخرى عفوا دكتورة ميسة شوقي نائب وزير الصحة للسكان. سيادة اللواء ابقى معي من فضلك. دكتورة ميسة أهلا بك أولا. أهلا بحضراتكم جميعا وأهلا بسيادة اللواء أبو بكر جنسي والنائبة غادة عجب. أهلا وسهلا. أهلا بك دكتورة ميسة. يعني وإحنا بنتكلم دلوقتي عن وضعية المشكلة السكانية، لما نقول إن أنا عندي فئة معينة هي لديها هذه المشكلة في عدم تحقيق الوعي الكافي لديها بطبيعة هذه المشكلة وإنها جزء من هذا المجتمع، إزاي وزارة الصحة والسكان بتضع نصب عينيها هذه الفئة تحديدا من السكان في التعامل؟ طيب احنا نتفق على انه السنة اللي احنا فيها النهاردة السنة دي بيصدر بيان التعداد من سيادة اللواء أبو بكر الجندي على رأس الجهاز اللي بيعده، تعداد مصر في 2017 هو فارق تماما لينا في دقة البيانات المتاحة لينا علشان نقدر نرسم الأهداف بتاعتنا بوضوح على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظة. حاجة ثانية، ظاهرة كثرة المواليد موجودة بأكثر في المناطق الريفية. عندنا معدل خصوبة كلي لكل سيدة كان 3.5 طفل لكل سيدة، النهاردة احنا بقينا 3.2 و3.1 في المناطق. ده بيعني انه في توجه للزيادة الطبيعية انها تقل، معدلات الزيادة الطبيعية قلت ومعدلات الخلفة كمان. الزيادة الطبيعية قلت من 25 في الألف ل 22.4 في الألف. الانخفاض في الأعداد زي ما سيادة اللواء بيقول هي فعلا انخفاض في الأعداد طفيفة، احنا بنعتبرها ديموغرافيا مرحلة من مراحل ألف ثبات، ودي بتسبق المراحل بتاعة الانخفاض في أعداد المواليد. طيب عظيم جدا يا دكتور. هبلغ بقى هقول لحضرتك بس على حاجه مهمه، لان القضيه السكانيه لها بعد عددي وبعد اخر نوعي مهم. البعد العددي ان احنا من خلال نشر المعرفه بوسائل تنظيم الاسره واتاحتها اتاحه بجوده عاليه وتامه تديني مردود سريع في الانخفاض العددي اذا اشتغلنا بهمه ونشاط وبتغطيه كامله للسيدات اللي بياخدوا الخدمه من الحكومه ومن القطاع الخاص. لكن البعد النوعي وده مهم، ان 93 مليون مواطن خصائص بتاعتهم تكون جيده. خصائص دي يعني صحتهم افضل، يعني قدر التحكم بالتعليم اعلى وكامل، انتهائهم من مراحل التعليم كامله، بيلتحقوا بالجامعه او بالتعليم الفني، قادرين على العمل، مدربين تدريب موجه، مرتبطين بالخطط الاستثماريه في كل محافظه عشان تتاح لهم فرص العمل. طيب طبيعه البرامج اللي بتوجهها وزاره الصحه دلوقتي، اذا كنا احنا من منتصف السبعينات تقريبا مثلا يا دكتور كنا بنتابع هذه البرامج والناس ما كانتش بتاخدها على محمل الجديه، طبيعه البرامج الموجهه دلوقتي عامله ازاي؟ طيب انا هتكلم عن دور المجلس القومي للسكان في ادارته للاستراتيجيه القوميه للسكان. المجلس القومي للسكان يدير بعمليه من التشبيك والتربيط والتنسيق الادارات المختلفه في كافه الوزارات والهيئات الشريكه عشان ننفذ استراتيجيه السكان على مستوى الصحه فعلا، في القطاع العام والخاص، على مستوى التعليم قبل الجميع والجميعي، على مستوى محور المرأة وبيساعدنا فيه المجلس القومي للمرأة وزارة الشباب بالتدخلات المختلفة بتاعتها وكذلك الإعلام. عندنا محور للإعلام. فحضرتك لما بتقولي وزارة الصحة قد يبدو للسادة المشاهدين ان احنا بنتكلم على تنظيم الأسرة بس، لا. المجلس القومي للسكان بيشتغل من خلال استراتيجية معدة في سنة 2014 بتطبق بقالها سنه، النهارده بنكتب تقرير السنه بتاعها والنتائج الاوليه بتاعتها كويسه جدا. هذه الاستراتيجيه مستكمله المؤشرات، مش مؤشراتها ما هياش ناقصه، لكن كتابه التقرير بتاعها هو اللي بياخد وقت في الكتابه على اعتبار ان احنا بنستنى كل وزاره او جهه تديني التقرير بتاعها. نعم نعم. التقرير المبدئي بيقول ان في انخفاض
عددي في المناطق المراكز والأحياء السكانية متدنية الخصائص على مدار هذا العام انخفضت هذه المناطق من 89 منطقة ل 36 انخفض حجم من كام يا دكتور معلش؟ من 89 منطقة سيئة إلى 36 ده رقم جيد نعم ده رقم جيد جدا نعم. أنا لما بتكلم على تدني الخصائص السكانية في منطقة رصدناها علميا بمؤشرات رقمية معناها إنه هذه المنطقة الخدمة الصحية فيها كانت غير جيدة وتحسنت إن في مشكلة في التعليم ب 23 مؤشر الدنيا هناك بقت أحسن في مشكلة في الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب تحسنت فالمؤشر اللي أنا بستعمله النهاردة بيقول لي هذه الاستراتيجية جابت نتيجة جيدة جدا على مستوى المناطق متدنية ده كان على مدار قد إيه يا دكتور؟ ده على مدار سنة من 1/7/2016 لنهاية شهر 6/2017 ده وقت يعتبر قياسي بالنسبة لأن احنا اشتغلنا بعملية استهداف علمي الخطة الجديدة مرتبطة بتوصيات البحث العلمي الديموغرافي نعم طيب اسمحي لي يا دكتورة مايسة أن أقيقي معي على أن أعود إليك ما تذكرينه شديد الأهمية سيضيف لهذه الحلقة الكثير من الفهم لأبعاد هذه المشكلة وكيف تمارس الدولة حلول فعلية في هذا الاتجاه دعيني أعود مرة أخرى لسيادة اللواء أبو بكر الجندي رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء سيادة اللواء أرحب بك مرة أخرى أهلا بحضرتك يعني توقفت مع حضرتك عند نقطة شديدة الأهمية وهي ربط الكثير من النقاط التي يحصل عليها المواطن من دعم في الدولة خاصة في الفئات التي دعنا نطلق عليها الأكثر احتياجا بعملية الإنجاب لكن هل هذا ممكن أولا من وجهة نظرك هل يمكن طرحه وتنفيذه؟ الحقيقة يعني البداية بتاعت إن احنا لما قلنا من الأسرة هتاخد 50 جنيه لكل فرد على بطاقة التمويل حد أقصى 4 أفراد واللي أكثر من كده هيبقى المبلغ أقل من ذلك أنا شايف إن ده أول خطوات النجاح الدولة بقت من الشجاعة بحيث إنها بتواجه هذه المشكلة بإجراء مثل ذلك وزيرة التضامن أيضا عندها في البرامج الحماية اللي هي بتعملها ربطة بعض البرامج اللي بتعملها بإن الأسرة تبقي أولادها في المدارس ده شيء في غاية الأهمية كل دي إجراءات احنا مطالبين ان احنا نتوسع فيها ونتعامل مع الأسرة الصغيرة غير ما نتعامل مع الأسرة الكبيرة نعم صاحب الأسرة الكبيرة يتحمل مسؤوليته ان هو جاب طيب. انا عايز اتوقف معاك بقى عند نقطة الأسرة الكبيرة والنقطة الصغيرة دي والتحديات اللي فيها ما انا دلوقتي هعمل زي الصين مثلا وهقول من بعد الطفل الثاني ما فيش اي نوع من انواع الدعم المادي للطفل الثالث او الرابع وما شابه بقى لدينا في الاسره المصريه اللي ممكن توصل للطفل السابع وما او اكتر كمان اللي بتعتبرها الاسره المصريه ايدي عامله فيها بعد كده لما بيكبروا ويوصلوا سن العمل واقل من سن العمل في سن الطفوله كمان هل هنا انا بخاطر كمان بان انا اشيل عنه الدعم او ما اقدمه ماديا لهذه الاسر اللي في حاله احتياج بان انا اخاطر بنسبه تعليم اقل وتسرب تعليمي؟ لا الحقيقه اللي حضرتك شايفاه واللي احنا شايفينه ان اللي تم دلوقتي هو خطوات حديثه محسوبه بدقه احنا ما جيناش عملنا زي الصين وقلنا مالكش حاجه بعد الطفل الثاني او الطفل الاولاني احنا قلنا 4 أفراد في الاسره لهم دعم كامل واللي بعد كده هيقلل الدعم بتاعهم شويه فده اجراء لا يقارن والله يا سياده اللواء هو كفايه 2 لان دي طاقه الدوله اساسا فندم هو المفترض ان كل اسره تكتفي بطفلين وان ده موجه ليهم اصلا الدوله بدل ما كانت سايبه الموضوع ده تماما لا ده احنا بنتعامل فيه بحرص المهم الايجابي جدا ان احنا ابتدينا نحط البعد السكاني في الخدمات اللي الدوله بتقدمها وده شيء في غايه الاهميه لكن انا كنت عايز اكمل كلامي الاولاني بان دي احد مظاهر او احد وسائل مواجهه المشكله ان الدوله تربط دعمها وتربط سياستها سياسات الدعم بالسياسه السكانيه وده شيء كويس جدا في ظرف التضامن وفي ظرف التمويل حتى الان نعم. لكن الاهم بقى واللي هيخلينا نتحكم في هذه المشكله اللي نجحت فيه كل الدول اللي هو الاتصال المباشر الاتصال المباشر يعني ايه التوعيه مهما نقول في التلفزيون نتكلم مع حضرتك الناس اسباب المشكله مش سامعيننا دلوقتي الناس الاكبر اللي هما بيجيبوا اكثر الاولاد دول افقر الناس اللي في الاطراف ولا عندهم تلفزيون ولا بيتفرجوا على البرامج اللي انا وحضرتك بنعملها دلوقتي صح. دول هتتحل مشكلتهم امتى؟ لما الرائده الريفيه ولما الجامعات الاهليه اللي فيها ناس متطوعين محترمين بيحبوا بلدهم
يخبطوا على بابها وياخدوها من ايدها ويروحوا بيها الوحده الصحيه. تلاقي في الوحده الصحيه خدمه متميزه، تقدر اولا تلاقي الوسائل متوفره وتلاقي الناس المدربين يقدموا لها الخدمه. كل الدول اللي نجحت واخدهم، انا كنت لسه مطلع على تجربه بنجلاديش، كان عندهم الاسره متوسط 8 افراد، وهم اللي بيقولوا ان النجاح تم بالاتصال المباشر. المتطوعات والرائدات السياسيات، وانا سعيد جدا. اذا سياده اللواء ابو بكر الجندي بيطرح اليه يرى انها قادره على حل المشكله بشكل حقيقي. اشكرك سياده اللواء ابو بكر الجندي رئيس جهاز التعبئه العامه والاحصاء على ما قدمته من عون وكثير من المعلومات والراي في هذه الحلقه. دعوني اتوجه بالسؤال الاخير للدكتوره ميسه شوقي نائب وزير الصحه للسكان. دكتوره ميسه، استمعتي معي لحديث سياده اللواء؟ تمام. ماذا عن الاستراتيجيه التي ذكرها؟ الاطار العام النهارده ان احنا بنعد استراتيجيه اعلام سكاني، ضروري جدا انها تكون موجوده، بتوظف الادوار لكل الجهات في الدوله انها تشتغل في هذه القضيه بقدره على القياس. لازم نقيس الاثر بتاع هذه التدخلات. نعم. النهارده المجلس القومي للسكان فريق الرائد الجامعي تم تدريب 1200 طالب في 12 جامعه على المفاهيم السكانيه علشان ينشروها، وادينا لهم المعينات في التدريب لما ينزلوا يشتغلوا معاهم الحاجه بتاعتهم، ولهم صفحه على الانترنت علشان التفاعل المباشر بين الطلبه وبين المجلس. دي التوعيه المباشره اللي احنا بنقول عليها مهمه. لدينا بالشباب كتوجه عام للدوله ان الشباب لازم يقودوا مصر الى الامام ويشاركوا بايجابيه في المجتمع. ابتدينا من عندهم المحطه دي، الحقيقه لازم اقول انها محطه مهمه وفارقه في عمر الوطن، لانه احنا بندرب 100 طالب في كل جامعه، لكن المتطوعين يفوقوا هذا العدد بكثير. نعم. كل طالب اتدرب بيعمل فريق من 5، بيكون لنفسه فريق، العدد ده بيزيد شهر 9 ل 6000. ال 6000 بيشتغلوا جوه الجامعه وبره الجامعه، هم ذاتهم المقبلين على الزواج في المستقبل. نعم. بيشتغلوا بره الجامعه بقياده وكلاء الكليات لشؤون البيئه وخدمه المجتمع. نعم. ده الجزء الاول من مرحله التدخل بالتوعيه المباشره، ودي بتكمل شغل الرائده الريفيه، لان الرائده الريفيه مش موجوده في مصر ومش هتقدر تنزل معانا في العشوائيات. فده الفريق اللي احنا مستعدين بيه كطبقه مثقفه ومتعلمه وقادره على العمل بعلم والتواصل معانا كمان عبر الاليات الحديثه. طيب هو احنا كده بنتكلم على الرائده الريفيه دكتور على اساس ان هي القادره على التعامل مع المجتمع اللي موجوده فيه بحكم التواجد. صحيح صحيح. الشاب الجامعي او الشابه الجامعيه هيتعامل ازاي مع مجتمع هو مش منه؟ لا يا فندم، الرائده الريفيه تعمل في الريف، وزاره الصحه عامله استراتيجيه للرائدات الريفيات في المجتمع الريفي. انا بتكلم على طلبه الجامعه، قوه كبيره موجوده في المجتمع احنا بنستهدفها وبنتحرك بيهم في الاطار المحيط بالجامعه بالاشراف المباشر للجامعات اللي هم فيها. نعم. دي جزئيه مهمه. النهارده انا كنت في اتحاد عمال مصر لتذكره المراه مع سياده النائبه ميسة عطوة. كل القيادات العماليه للعاملات بكافه قطاعات الدوله النهارده كانوا موجودين، بنتفق ان احنا حضرنا معينات التدريب وهندربهم حتى ينزلوا جوه الكيانات العماليه يدربوا المراه والرجل ايضا. نعم. على المفاهيم السكانيه. نعم. عايزه اقف لمده دقيقه عن احنا بنقصد ايه بالمفاهيم السكانيه. هل انا النهارده بتكلم عن القضيه السكانيه وبلخصها في البعد العددي بتاعها اقول لحضرتك تحت. البعد العددي مهم لانه بيديني مردود عددي اقدر اقيس السرعه، وبالتالي تنظيم الاسره بيجي هنا نمره واحد. لكن انا عندي بعد كده هو الصحه، لازم المواطن تبقى صحته كويسه، ارتقي بالصحه بتاعته، التغذيه بتاعته لازم تبقى سليمه، معدلات الامراض المعديه والغير معديه لازم تبقى اقل، السلوكيات السلبيه في المجتمع لازم تبقى اقل، وتعريفه بالحقوق بتاعته سواء كانت صحه او تعليم او تضامن او توعيه اسريه. ايوه بالظبط. ومناهضه العنف ضد الاطفال والعنف ضد المراه واختيار الاناث والزواج المبكر. نعم. الحزمه دي كلها متقسمه في 4 مجموعات نسميها 4 حقائب نازلين بيها للمجتمع المصري ككل، وبتصب في اتجاه واحد هو بناء الانسان المصري، بناء المواطن المصري بصحه جيده وبدرجه تعلم عاليه وقادر على التقدم. نعم. والله يا دكتور ميسر نتمنى لكم التوفيق في تطبيق هذه الحزمه والنزول بها الى الناس بشكل حقيقي. دكتوره ميسى شوقي نائب وزير الصحه للسكان، شكرا جزيلا على ما قدمتيه من وجهه نظر ومعلومات في هذه الحلقه. فصل قصير نواصل بعده الحوار.
تنظيم الأسرة ده حاجة جميلة جدا، يعني لأن كل أسرة هتبقى يعني معقولة ومحدودة، هتبقى الدخل عامل عليها كلها، مش زي ما كنا دخل يصرف على اتنين، مش زي ما يصرف على ستة سبعة، هيبقى حياة أفضل لو اتنين أو تلاتة هيبقى حياة أفضل. بس النهاردة ما حدش بيفكر في كده، يعني بيحطوا همهم إن هم يخلفوا عيال وخلاص، يمكن لعل وعسى العيال دي تحقق لهم اللي هم مش عارفين يحققوه دلوقتي. عيلين بقوا عبء عليا، ولذلك أنا بقول قبل ما تسألني على إن أنا أحدد الناس، اسأل أنت عملت لي إيه؟ لو أنت وفرت لي ما أنا هساعدك، أنا هساعدك، بس أنت ما وفرتليش. في عندنا في الفلاحين برضه ما عندوش عمال، عاوز يخلي عنده عيلين بس، لا محتاج، هو عاوز يجيب تلات أربع عيال عشان عنده أرض فاضية، عاوز عمالة، العمالة بتبقى غالية فعاوز بيحتاج عمالة. أما في أسرة تانية عاوز يبقى الأسرة بتاعته محدودة اثنين أو ثلاثة بالكثير عشان العيشة غالية. نقطة شديدة الأهمية ذكرت في هذا التقرير، وهي فكرة تعامل الكثير من أهل الريف على أن الأطفال هم أيدي عاملة رخيصة ما لهمش أجر أساسا، وبالتالي هو بينجب، وده مش بس في ريف مصر، ده في كثير من مدن الصعيد اللي بيتعاملوا أيضا مع أن الأبناء بيشتغلوا في مهن من الطفولة، مهن بقى على تنوعها واختلافها وتدنيها، لكنها مهن بتدر على الأسرة دخل أو بشكل أو بآخر. وده هيفتح هنا قضية شديدة الأهمية، قضية التسرب من التعليم الذي يجب أن يجرم بصورة حقيقية إذا أردنا لهذا المجتمع أن يحل هذه المشكلة ويحل مشكلات أخرى كثيرة بجانبها. دعونا نعود لآرائكم مع إيمان الشيخ التي أعتقد أن لديها الآن المزيد. نعم مجدة، مزيد من التعليقات والأراء. أبدأ هذه المرة بعمر أبو العز الذي يقول: أرى من وجهة نظري بالنسبة عن كيفية توعية المواطنين بالمشكلة السكانية وتغيير ثقافة الأسرة المصرية أنه يجب القيام بمجموعة من الإجراءات للوصول إلى أفضل النتائج في هذا الشأن، والتي من أبرزها الآتي: أولا القيام بالتوعية المستمرة في كل وسائل الإعلام بالحديث المستمر عن خطورة هذه المشكلة التي ترهق المجتمع والأسرة معا. ثانيا يجب استحداث مقرر تعليمي جديد خاص بتنظيم الأسرة يضاف إلى كل المناهج التعليمية في جميع المدارس وأيضا الجامعات لترسيخ ثقافة تنظيمية وتربوية معينة لدى جميع الطلاب. وثالثا لابد من منح امتيازات معينة لجميع الأسر التي تلتزم بتنظيم الأسرة وفقا لاستراتيجية معينة تقوم بوضعها الدولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة المختصة ليكون ذلك دافعا وأيضا حافزا لهم من أجل الالتزام بهذا النظام الاستراتيجي الهام، وأيضا أن تقوم الدولة بوضع استراتيجية واضحة لتوعية جميع المواطنين بالتنسيق مع وزارة الصحة وبالاشتراك مع جميع منظمات المجتمع المدني للقيام بعمليات التوعية الشاملة في المجتمع وإيضاح خطورة هذا الأمر صحيا واقتصاديا وأيضا اجتماعيا على المستويين الأسري وأيضا المجتمعي. وأخيرا ربط عمليات الدعم مع عدد معين من أفراد الأسرة ليكون ذلك دافعا للحد من عمليات الإنجاب المتزايدة داخل الأسرة الواحدة. مشاهدينا ننتقل من جديد إلى الزميلة مجدة القاضي في استوديو تحليل همزة وصل، ربما هناك باقة أخرى من الاتصالات الهاتفية، مزيد من التحليل معك مجدة. شكرا لك إيمان، ربما فيما ذكرته مؤخرا الكثير من النقاط المفيدة خاصة مع ما ذكره المشاهد الكريم عن فكرة ربط الدعم بعدد أفراد الأسرة، وهو ما حدث مؤخرا من قبل وزارة التموين أن رابطت الدعم بأربعة أفراد والفرد خامس أقل في قيمة الدعم، أي أنها لم تحرم أحد لكنها قدمت الدعم بصورة أقل. ما ننتظره هو في فترة ما من الفترات أن يتم قصر الدعم على عدد فقط من الأفراد، لكن ربما الفترة الاقتصادية الحالية ليست ملائمة لمثل هذا القرار. وزارة التموين والحكومة اقتصاديا أفضل وأقدر منا في الحكم على هذا الأمر بالتأكيد. دعونا نواصل الحوار. معنا في هذا الجزء من الحلقة أستاذة غادة عجمي عضو مجلس النواب، دكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية. أبدأ الحوار مع الأستاذة غادة عجمي عضو مجلس النواب. أهلا بك أستاذة غادة. أهلا وسهلا. أستاذة غادة، ما الذي يدور في مناقشات داخل مجلس النواب حول استراتيجية التعامل من خلال الوزارات المختلفة ومن خلال الدراسات المختلفة مع الأزمة السكانية أو مشكلة التزايد السكاني؟ إحنا طبعا الأزمات متكررة وموجودة،
وللاسف الشديد ان موارد الدوله مش قادره تتماشى مع نسبه ازدياد السكان الغير عاديه. احنا وصلنا ل 100 مليون دلوقتي، ولذلك يعني فكرت ان احنا عملت مشروع قانون بشان ربط استحقاق الدعم الحكومي بتنظيم الاسره، عمليه تنظيميه بين موارد الدوله وعمليه تنظيميه بين تنظيم الاسره. نعم. ملهاش دعوه خالص خالص بان احنا نمنع خلفه او ما نمنعش خلفه، ولكن جاء الوقت الان ان احنا نقوم بعمليه تنظيم ووعي وتوعيه لمختلف فئات المجتمع على المستوى الذي يسمح بينا ان احنا نشارك في عمليه البناء. نعم. احنا شايفين دلوقتي ان الموارد مش قادره ان هي تقدر ان هي تنمو باي تطورات نتيجه الضغط السكاني ونتيجه الضغط البشري اللي احنا موجودين فيه. نعم. وبالتالي نص المادة 41 من الدستور نصت على أن تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة. الموارد المتاحة مش قادرة أن هي تتماشى معهم، تعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة. نعم. يبقى احنا بذلك لابد من عملية التوعية. المجتمع المدني جميعا وجميع التخصصات ما بين المرأة من النواب من الإعلاميين عملية توعية إن شاء الله تقدر ان هي تشارك في التوعيه. ده الجانب التوعوي يا استاذه غاده. طرح قبل هذا ان هناك مشروع للقانون داخل المجلس حول فكره ان بعد الطفل الثاني ليس له اي حقوق. لا، بعد الطفل الثالث الدوله تكون ملتزمه بالدعم. بعد الطفل الثالث لا، الدولة مش مسؤولة عن الدعم التعليم أو الدعم. طيب أين بقى في هذا القانون أو في مشروع القانون ده إلزام الأب أو الأسرة التي تنجب أطفال بأنها يجب أن تلتزم بأن لا يتهربوا من العملية التعليمية؟ إزاي يعني يتهربوا؟ يعني أنا دلوقتي عندي أسرة، وده موجود كتير جدا في الريف المصري وفي صعيد مصر أيضا، بينجبوا لأنه عايز أيدي عاملة في الأرض أو عايز أيدي عاملة يشغلهم في مهن مختلفة، وبالتالي مش هيفرق معانا مشروع قانون. لا لا، ما فيش شغل حضرتك. يا ريت ان هو بيزرع وبيقلع وبينتج، يا ريت اللي بيخلفه يقدر ينتج ويبقى عندنا قوه عماليه كبيره وعمليه كبيره. ده حقيقي يا استاذه غاده. لا، هو بيشغلهم في مهن دنيا ما ولا حتى يشغل، هو بيقعدهم جنبه لحاجات انا ما اعرفهاش، وبالتالي يعني يتطلب الامور مسائل غير قانونيه واتجاههم للارهاب الفكري وعدم التربيه السليمه واتجاههم للمخدرات. لا انا يعني لا خالص، يا ريت احنا يكون عندنا يعني قوه عمليه. طيب ماشي، عظيم برضو. حتى هذه الفرضيه او هذه وجهه النظر انا اتفق معاكي فيها ان تحت اي بند هو توظيف غير سليم، لكن اين هنا بقى الالزام في فكرة عدم التهرب من التعليم؟ لأن هو هنا هيبقى أمام عبء هو غير قادر عليه. ما هو حضرتك أنت بتخلف بعد الطفل، أنت بتخلف ليه؟ أنت اتحمل مسؤولية خلفتك بقى. اتحمل مسؤولية خلفتك. وقال لي الدولة هتفضل طول عمرها ماما وبابا؟ لا، الدولة مش دولة، هو ماما وبابا، لأن حرام على بقية الشعب كمان إنه يتظلم. نعم. المفروض يبقى فيه التزام لحد الثالث وخلاص وشكرا على كده. نعم. انت عايز تخلف بقى هاوي ليك وجهه نظر اتحمله. حضرتك بتري ان مشروع القانون ده ممكن يرى النور قريبا ام انه موضوع قائد الحزب؟ ان شاء الله شهر 10. ان شاء الله شهر 10، لان احنا دلوقتي في اجازه برلمانيه وان شاء الله هتعرض شهر 10 ربنا يسهل باذن الله. اسمحي لي يا استاذه غاده ان اعرض لك. شكرا لك استاذه غاده عجمي عضو مجلس النواب، شكرا لك على المداخله. اسمحوا لي ان اتجه بالحوار لدكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنميه. اهلا بك يا دكتور علاء. اهلا بك يا فندم. وزارة الصحة لها دور في عملية التحكم كما ذكرت السيدة نائب وزير الصحة في الحديث معنا. الكثير من الجهات، منها الجهات التشريعية، الكثير من الجهات تلعب دورا في هذه المرحلة في عملية التوعية السكانية ولعب دور استراتيجي في هذا الاتجاه. كيف ترى ما يمارس على الأرض من سياسة في هذا المضمار؟ حلو موضوع التوعية، والحقيقة يمكن موضوع التوعية يمكن خد فترة طويلة جدا. الحقيقة يمكن أستاذة ماجدة عام 1965، والحقيقة يمكن احنا داخلين في موضوع التوعية الشاملة من خلال إصدار أو صدور الجهاز التنفيذي لتنظيم الأسرة. الحقيقة يمكن احنا بنعاني من هذه المشكلة
المشكله السكانيه، والدوله يمكن الحقيقه اتجهت في هذا الاتجاه نحو التوعيه الكامله بخطوره هذا الوضع المخيف لذات السكان. اللي اقدر اقوله استاذ مجد الحقيقه ان المشكله السكانيه في حد ذاتها مش مشكله اذا كانت هذه المشكله بتضمن ان الموارد الموجوده في الدوله الحقيقه والدخل القومي بيتوائم مع الزياده السكانيه وبالتالي في دول كتير جدا الزياده السكانيه عندها عاليه جدا لكن عندها موارد بتقدر تكيفها مع هذه الزياده السكانيه. يبقى اذا المشكله حتى في لما سياده النائبه اتكلمت على الماده 41 من الدستور، الحقيقه يمكن لما نقرا الماده دي ماده في منتهى الاهميه وصياغتها مهمه جدا ولابد ان احنا نعيد صياغتها او نفهم صياغتها مره اخرى، ان الدوله بتلتزم بتنفيذ برنامج سكاني يهدف الى تحقيق التوازن بين معادلات السكان والموارد. يبقى مهم جدا ان احنا لابد ان احنا نحقق التوازن بين معادلات النمو السكاني المخيفه اللي احنا يمكن بنشوفها، واعتقد ان التوعيه مهمه جدا في هذا الشان، ان مصر دوله الحقيقه يمكن الجانب الديني فيها يمكن جانب عالي، يعني بقدر ان احنا ممكن الاعلام يقعد يتكلم على مخاطر الزياده السكانيه، لكن من الممكن ان خطيب يطلع في مسجد يتكلم كلمتين كل اللي احنا عملناه في سنين الحقيقه بيتم تبديله، وده اللي حصل في نهايه التسعينات لما احنا الحقيقه اتجهنا نحو تخفيض معدل النمو السكاني الى اقل من 2% ونجحنا، لكن كان هناك نوع من التطرف الى حد ما وعدم الفهم لان هذا نوع من التنظيم وليس التحديد، يعني في فرق كبير جدا، وبالتالي اللي احنا عايزين نوعيه وعايزين نقوله، والحقيقه يمكن الكلام ده احنا عملنا مبادره مهمه جدا من خلال المنتدى، ان طفلين كفايه في هذا التوقيت بالذات. على اساس الاتي ان مصر بتتجه نحو استراتيجيه التنميه الشامله المستدامه في 2030 ويتسعى نحو تحقيق معدل نمو سكاني اكثر من 6%، هذا لا يتحقق ابدا في ظل الاوضاع السكانيه او المخاطر السكانيه. احنا طيب هل احنا فعلا نقدر نفرض على الناس فكره ان هم ينجبوا طفلين فقط؟ لا ما اقدرش افرض، لكن من خلال وعي معين ومن خلال ان انا اقدر اقول له ان هناك نوع من التوازن الان في معدل نمو السكان والموارد تتطلب ان يكون هناك نوع من الاكتفاء الاني بطفلين، اقدر اقول لحضرتك ان ده ممكن يجيب نتيجه مرضيه جدا جدا، وممكن ان هو يعني يكون هناك نوع من الاستغلال للقوى البشريه الرهيبه جدا عندنا اولا، ولابد ان احنا نبص للاتي، في ناس بتبص نظره وفي ناس بتبص نظره ثانيه، في ناس بتبص ان احنا عندنا 98 مليون سمن، لكن في ناس بتوصل ان احنا عندنا 196 مليون ايد، وبالتالي لابد ان احنا نستغل هذه القوة البشريه الرهيبه جدا من خلال ان احنا نعمل عمليه تنميه اقتصاديه تكون على ارض الواقع مهمه جدا، وتقدر تستغل هذه الكثافه السكانيه في ان احنا نقدر. كيف بتثمن الخطوات المتخذه الان على الارض يا فندم؟ الخطوات اقدر اقول لك ان هي جيده، لكن الحقيقه محتاجه يكون هناك نوع من الدفع الذاتي من خلال منظمات المجتمع المدني من ناحيه، طبعا الاعلام، وانا بشكركم ان انتم بتتبنوا هذه القضيه مجددا بصوره علميه، اقدر اقول لحضرتك ان ممكن ان هي تجيب نتيجه على ارض الواقع، من الممكن ان الوزارات المعنيه زي وزاره الهجره، لان احنا الحقيقه من اهم احد الاسباب العلاج لهذه المشكله ان يكون هناك نوع من الهجره الى الخارج، والهجره الى الخارج من الممكن، صحيح احنا عندنا اكثر من 8 مليون مصر في الخارج، لكن لابد من اعاده توزيع مره اخرى خاصه للدول العربيه. حضرتك بتطرح طرح صعب يا فندم. هو يعني هو ما بقاش في فرص مفتوحه قوي كده علشان الناس تسافر بشكل عشان يحصل هجره متسعه وكبيره بهذا الحجم. لا احنا مش هنقول ان احنا هنوسع للضعف، ولكن اقدر اقول لحضرتك ان الهجره الى الخارج ممكن احنا نستفيد بيها استفاده مرضيه، لان احنا دلوقتي لما بنتكلم على اكثر من 3 الى 4 مليون يعني مواطن مصري في الخليج العربي، اعتقد ان هم عبء على مصر. عبء على مصر ليه؟ لان هم بيؤدوا الى زياده الاسعار، اسعار الاراضي واسعار العقارات. انا معاك يا دكتور، انا بس عايز اسالك سؤال لم يطرح في هذه الحلقه من اي من ضيوفي الكرام، ولا ادري ما السبب حتى الان، فربما استفهم منك. لم يطرح احد معضله التعليم كجزء من حل هذه المشكله. الله، الحقيقه يمكن هو ده الاساس الحقيقي في ان احنا نقدر ان احنا نحقق التوازن بين هذا المعدل المخيف وبين الموارد. هذا لن يكون الا من خلال حاجه مهمه جدا اشكرك ان انت تحت دائره الحوار فيها، ان احنا نعمل عمليه تعظيم للاستثمار في الطاقات البشريه. نعم. هذا التعظيم لن يكون الا من خلال تعليم جيد نقدر ان احنا من خلاله اولا لابد ان احنا ندخل في دائره
يعني دائره التعليم مره اخرى، لان احنا خرجنا من دائره التعليم على مستوى العالم. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا بارجو من خلال اعلامنا الموقر ان هو يعيد ثاني صياغه اطار حقيقي للتعليم الفني في مصر. احنا بدانا بدانا مهمه جدا في مبارك كول، اعتقد ان كان هذا النموذج مهم جدا، لكن للاسف احنا ما كانش عندنا القدره على مواصله الاستمراريه في هذا البرنامج، عشان كان من الممكن ان هو يؤدي الى تعظيم الاستثمار. وضعت يدك يا دكتور علاء على ما كنت اريد الوصول اليه، التعليم الفني كفرصه لاستيعاب هذه الطاقات بشكل حقيقي، خاصه في الفئات الادنى، والتعليم بصفه عامه بوابه لاجتياز هذه المشكله بصورة حقيقية. دكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية، عذرا على مقاطعتي لك في نهاية الحوار، لكني أشكرك كثيرا على ما قدمته من معلومات ووجهة نظر في هذه الحلقة. أشكر أيضا ضيفتي الكريمة التي كانت معي، وهي الأستاذة غادة عجمي عضو مجلس النواب. مشاهدين، انتهت هذه الحلقة بهذا الحوار أيضا. ربما التعليم بوابة هامة يجب أن نلتفت إليها كبوابة لتقدم هذا المجتمع بشكل حقيقي، للعبور لمجتمع أفضل بشكل آخر. لم يبقى لنا سوى سؤال حلقة الغد: أهمية تشجيع المنتج الوطني والاعتماد على الذات وتشجيع ثقافة الإنتاج. أهمية تشجيع المنتج الوطني والاعتماد على الذات وتشجيع ثقافة الإنتاج، وهذا هو سؤال حلقة الغد الذي نرغب في أن تتواصلوا معنا من خلال فضاء الإنترنت وهمزة وصل إي جي في تسجيل آرائكم إن شاء الله قبل هذا الموعد بساعة بالغد على شاشتنا. شكرا لكم.